كمحطة من محطات نضال أشغيلة التعليمية باسم الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نعلن عن تضامننا اللامشروط مع كل الفئات التعليمية، ونعلن عن تضامننا اللامشروط مع أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المقصيين من خارج سلم، ونعلن أنه آن الأوان أن يرفع هذا الحيف بدون استثناء، ونحن معكم في الميدان، لأن قضية كل فئة هي قضية الشغيلة التعليمية بكاملها. وتحية نضالية للجميع، ونحن على النضال سائرون.